السلام عليكم. يوم جديد ويوم مش بطال. اليوم حنعمل لكم بلوج مع صاحبنا المصري اهو، ومصر من طنطا، وبيقول لكم السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا واد يا مصري؟ يا ولا ترد عليك مش هترد. ده صعيدي بيقول لك صعيدي. انا مش عارف هو صعيدي ولا لا. صعيدي. حنروح البحر. يلا سلام لعمنا الإمام. زي ما عودناكم أخوكم المغربي معكم من الإمارات. الواد ده خايف عشان يشتغل اليوم، مش عارف ايه. انت الواد اللي واد واد واد. اه واد. اه واد. انت واد. خلي بالك عندنا كلمة واد. خلي بالك. والله والله. سامحوني لو قلت واد. انا بقصد يعني كلامنا احنا في المغرب بنقول تعال يا واد. روح يا واد. اوكي. تعال يا ولد. والله لو قلتها، لو قلتها عند نفسها لا تخوك بالنار يا راجل. يا ما تخونيش، والله ما تخونيش، انا غلبان. السلام عليكم من جديد ايها الزميلين والزميلات، في لقاء اخر مع صديقنا المصري ده اللي دخل عام وسبح في الترعه. في الترعه دي هو فرحان قوي قوي. انت فرحان جدا؟ هذا فرحان قوي، عمره ولا شاف البحر، اول مره يشوف البحر. جاي من بنغلاديش؟ لا، من سريلانكا. المشاهدين، اصدقائي المشاهدات، اليوم في حلقه جديده ومناسبه جديده. احنا فرحانين قوي لاننا احنا في مصر سنه 606. تؤمنوا بالله؟ تؤمنوا بالله ان الواد ده كذاب، اكبر هجاص في التاريخ. خلاص والله الواد ده ابو جهل. ده عصر ابو جهل بتاع مصر ده. عارفين ابو جهل؟ عارفين مصر ده العصر بتاع ابو جهل. عارفين فرعون اللي كان بيعمل الحاجات دي؟ هو ده. يا رجع فرعون. يلا بالمناسبه دي احنا راجعين من البحر ورايحين على شيراتون عشان ناكل. ايوه ناكل. ناكل شغلتنا هي ناكل وبس. يلا السلام عليكم يا جمهوري. خلص المعونه بتاع البلد يا جمهوري اللي ما بتعملوش. خلص المعونه بتاع البلد. بنخلص المؤونة بتاعت البلد وبنخش في مؤونة أخرى بتاعت بلد أخرى، وشكلها تبقى فيها مطر. ياه شوفوا الدنيا عاملة إزاي في السماء. السلام عليكم أصدقائي صديقاتي أينما كنتم وأينما تكونون. اليوم عاوز أتكلم لكم على حاجة، يعني عندهم البحر لكن البحر اصطناعي، مش بتشوفه بتقول ده اصطناعي، حاجة مش طبيعية. تقول يتكلم في حاجة مفيدة. والله بتكلم في حاجة مفيدة. هو بيقول لكم في مصر عندهم مش عندهم بحر، عندهم نهر، واحنا في المغرب عندنا والله بحور جميلة جدا. فينك بحر الحسيمة توحشتك؟ فينك السعيدية توحشتك؟ واخا هادشي هنايا مصاوبين ومريقلين وماشي حتى ليه، مبقاش كيعجبني داكشي. هي مثل الأولى كنت فرحان بهم وداكشي، صافي بحال اللي طلعوا لي في راسي، كرهتهم. أو صاحبي المصري حيقول لكم حاجة على بلده. بلدك كويسه ولا مش كويسه بالنسبه لي هنا؟ البحر هنا اصطناعي ولا مش اصطناعي؟ كل حاجه اصطناعي. والله كل حاجه اصطناعي، ما عندهمش طعم في الحياه هنا، كله بيروح بالقوانين وبيجي بالقوانين، واحنا مش عارفين. والله انت اكبر كذاب في الحياه. يا الشتاء.
والله حبيب لك مناعة والله. انت يلزمك تبقى مبسوط عشان انا جيت لك من الصعيد وجايب لك مناعة. الله عليك وعلى اللي جابوك يا ولد باي. يلا مع السلامة نلتقي في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حيقول لنا الواد السيد الشغال ده مين بقى من فصيلة الديناصورات بتاعنا. يلا قول لي مين فصيلة الديناصورات اللي بقى اللي موجود من فصيلة الديناصورات. ثعبان ايه ثعبان السحلفة السحلفة وموجود مني دلوقتي البص اللي بيمشي حتى لو بصيت في الكاميرا ابو برايس ابو برايس ابو برايس ومين تاني؟ الصرصاع وده احنا طالعين ورايحين ومش عارفين ايه ولا ايه ولا اقول لكم ايه. احنا في البلد عندنا كنا بنبقى نسهر طول الليل. كان واحد صاحبي زي ده بيجيب شراب الكحول نشرب لغاية الصبح. ده بيسكر وانا ما بسكر. من جديد اخواتي اخواني المشاهدين من هنا ننقل لكم ومن قلب الحدث. شوف الفيضانات عملت ايه. حنقول لكم ايه ولا ايه. لسه مش شغال. لا لسه مش شغال. يلا يا صاحبي. يلا يا مصري. انت فضحتنا. روح يا شيخ. روح يا شيخ. تعال بسرعة. تعال بسرعة روح. يا الله. حبيبي قرب. بص بص بص. حبيبي ما تقربش. بص بص بص. انت زعلان ولا ايه؟ ده انا شكلي حبقى مصري. مصري مغربي مغربي مصري. زي اللي بيقولوا انا يهودي مغربي انا يهودي مصري انا يهودي مش عارف ايه ولا ايه ولا مش عارف ايه. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين حلوين. يلا خلوه على ربنا وبس. شوفوا صاحبي المصري فين اهو مش باين. Because it's green too much today. Too much something is broken. That we are not there. I won't change my room because it's broken. Because we don't understand together. Together. Yalla, salam. عمنا الإمام.